سعيدة جدا النهاردة الخميس، نهاية الأسبوع إن شاء الله يبقى يعني نهاية أسبوع جميلة. معايا هيبقى في لقاء أمير رمسيس، هنتكلم عن حاجات حلوة قوي ويمكن لأول مرة عن مهرجان القاهرة السينمائي، معلومات مهمة عن هذا المهرجان اللي مشرفنا النجم الكبير حسين فهمي بإدارته. معايا فقرة جديدة إن شاء الله هنعتمدها اللي هي كفاح ونجاح، هيبقى معانا حسام الوزيري. من هو حسام الوزيري؟ هنتعرف عليه وعلى الكتاب اللي هيصدر قريبا عن قصة كفاحه ونجاحه كشاب مصري. وطبعا هيبقى معايا الدكتور عليوة وهو أخصائي مهم عن العين، هيتكلم أستاذ مصطفى الأستاذ والاستشاري الكبير المتخصص في أمراض العين عن الفرق بين المية الزرقاء والمية البيضاء. ودكتور أحمد راجح، من لا يعرف أحمد راجح، هذا الاختصاصي الكبير في المناظير، التوليد، التأخر في الإنجاب، نيمت، سمي ما شئت من هذه العلم والخبرة بروحه الحلوة المليانة حياة. قاعدة مع مادلين هتكون الساعة 3 والإعادة ساعة تقريبا 2 فجرا. فرجوا وادوني رأيكم على الصفحة بتاعتي السوشيال ميديا. كل سنة وانتم طيبين.